السلام عليكم. انا عايز اعمل سيرش على ماتيريال معينه، هاجي هنا فايند ايتم، بقول له في الكاتيجوري هنا انا عايز ادور على الايتم اللي الخاصيه بتاعته بتاعت الماتيريال بتساوي المونيوم مثلا، واقول له سيرش، فيبدا يجيب لي العناصر اللي فيها الخاصيه دي. اقدر هنا من ست اقول له ايه سيف سيرش، ممكن اسميها مثلا ماتيريال المونيوم وهكذا. تقدر تعمل سيرش على اي ماتيريال انت عايزها، مثلا كوبر مثلا، تقول له فايند يجيب لك كل العناصر، فتقول له انا عايز احفظ السيرش دوت. فتقدر بسهولة تقدر تلاقي العناصر اللي فيها الماتيريال دي في اي لحظة.